الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل ما حكم قراءة الأبراج التي تتكلم عن الصفات مثل تحليل الشخصية وليس الذي يدخل في التنجيم وعلم الغيب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا يعلم الغيب المطلق إلا الله تبارك وتعالى، فالغيب المطلق من خصائص الله تبارك وتعالى، فلا يعلم الغيب المطلق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، فضلا عن السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين والدجاجلة. يقول الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، الآية. ويقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ويقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا راطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله عز وجل، وقال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعلم الغيب إلا الله. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، فمن زعم أن أحدا من المخلوقين يعلم شيئا من الغيب المطلق فقد اتخذه شريكا مع الله عز وجل وكفر وخلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. وبناء على ذلك، فما يكتبه الكهان في زوايا بعض الصحف والمجلات مما سيكون للإنسان في مستقبل زمانه من شقاوة أو سعادة بحسب برجه الذي ولد فيه، هذا كله من الكهانة والدجل والخرافة والشعوذة التي لا يجوز للمسلم أن يصدقهم في شيء من ذلك، لأنه من ادعاء علم الغيب المطلق، فمن صدقهم في شيء من ذلك فقد اتخذهم أربابا مع الله عز وجل وكفر وخلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. فيجب علينا أن ننتبه لذلك، بارك الله فيكم. فلا يعلم مستقبل زمانك ولا شقاوتك وسعادتك فيما يأتي من أيام حياتك إلا الله تبارك وتعالى، فلا يعلم ذلك لا ساحر ولا مشعوذ ولا دجال ولا كاهن، ولا يجوز أصلا قراءة شيء من ذلك، لأن قراءتها تعتبر إتيانا لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما، رواه مسلم في صحيحه. ولأبي داود من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.